بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، الدرس 42. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب الربا والصرف. الربا مأخوذ، الربا هو الزيادة، يقال ربا الشيء إذا زاد، ومنه قوله تعالى في الأرض: اهتزت وربت، يعني ارتفعت بعد أن كانت منخفضة، إذا جاءها المطر ارتفعت بالنبات. ومنه الربوة، وهي المكان المرتفع. فالربا هو الزيادة في اللغة، وأما في الشرع فالربا هو زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة، هو زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة بيّنتها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. والسنة فيها أحاديث كثيرة تحرم الربا وتنهى عنه وتشدد فيه، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فلعن صلى الله عليه وسلم في الربا الآكل والدافع للربا، الآخذ للربا والدافع للربا والموثق للربا بالشهادة أو الكتابة، لعن فيه أربعة مما يدل على تغليظ تحريمه. وأجمع العلماء على تحريم الربا، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، لكن في الجملة العلماء أجمعوا إجماعا قطعيا على تحريم الربا، فمن استحله فإنه يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. فمن استحل الربا المجمع عليه فإنه يكفر ويخرج من الملة. أما من استحل شيئا من ما اختلف فيه هل هو ربا أو ليس بربا، فهذا يتبع فيه الدليل، يتبع فيه الدليل هل هو مع من رآه ربا أو مع من رآه غير ربا. أما الربا فهو مجمع على تحريمه، لكن اختلفوا هل يدخل في أشياء، هل تدخل في الربا، هل تدخل في الربا أو لا تدخل، وهذا يتبع فيه الدليل. فإذا كان الدليل مع أحد الطرفين وجب الأخذ به، لكن لا يحكم على من قال إنه مباح، لا يحكم عليه بالكفر نظرا للاختلاف فيه هل هو ربا أو ليس بربا. أما من أخذ الربا وهو يعترف أنه حرام ويعتقد أنه حرام، لكن
أخذه من باب الطمع أو الشهوة أو التقليد للآخرين، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب الموبقة، وهو فاسق ومعرض للوعيد، لكنه لا يكفر بل يعتبر فاسقا ناقص الإيمان. فهذا هو التفصيل في مسألة أكل الربا، إن أكله مستحلا له فهو كافر، وإن أكله غير مستحلا غير مستحل له فإنه فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. والربا على قسمين، ربا فضل وربا نسيئة، والأصل هو ربا النسيئة الذي كان أهل الجاهلية يتعاملون به، كان أهل الجاهلية يتعاملون بربا النسيئة. كيف ربا النسيئة؟ يكون له الدين على شخص، فإذا حل الأجل قال هل ترى أنك تسدد وإلا نزيد الدين ونأجله ثانية، نأجله مرة ثانية، فإن أجله وزاد فيه فهذا ربا النسيئة، هذا ربا النسيئة وهو ربا الجاهلية، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا ربا النسيئة، وهو أن يزيد في الدين على المدين ويؤجله مرة ثانية، سواء كان المدين معسراً أو كان موسراً، فربا النسيئة حرام. لكن إذا كان المدين معسراً فهذا أشد، لأنه زيادة حمل على الفقير من غير أن يستفيد، ولهذا قال جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا أعسر المدين بالدين فصاحبه يخير بين أمرين، إما أن ينظر ولا يزيد في الدين، ينظر ولا يزيد في الدين نظرة إلى ميسرة، وإن شاء أسقطه وأن تصدقوا خير لكم. فإعفاء المدين المعسر خير من إنظاره، خير من إنظاره. أما إنه يزاد عليه الدين ويؤجل مرة ثانية وثالثة ويتضاعف، فهذا هو الحرام بالإجماع، وهو معنى قوله لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أنهم كانوا يضاعفونه عليه مرة بعد مرة حتى يبلغ مبلغا كبيرا. هذا ربا النسيئة، والنسيئة هي التأجيل، هي التأجيل يسمى نسيئة، وأنسأه إذا أجله وأخره. النسيئة هي التأجيل والتأخير. من أحب أن ينسأ له في أثره، يعني يؤجل في عمره ويزاد في عمره، فليصل رحمه. فالنسيئة هي التأجيل والتأخير. وأما ربا الفضل فهو الزيادة في الأشياء التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذه الستة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها تحريم ربا الفاضل من غير نسيئة. كان يبيع تمر بتمر أكثر منه، يبيع بر ببر أكثر منه،
يبيع شعير بشعير أكثر منه، يبيع فضة بفضة أكثر، يبيع ذهب بذهب أكثر حالاً وليس مؤجلاً، فهذا ربا الفضل. فإن جعل فيه أجلاً اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، فهذا هو ربا الفضل. قد جاء النص عليه في السنة الصحيحة، وأيضاً هو داخل في قوله وأحل الله البيع وحرم الربا. كلمة الربا عامة لربا الفضل وربا النسيئة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، كلمة عامة لربا الفضل وربا النسيئة. نعم. وقد جاء في الحديث أن الدرهم من الربا، أن الدرهم من الربا أشد من 36 زنية. قال صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، يعني إثما، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. الربا شديد التحريم وخطير جدا، ولكن مع الأسف لما غلب الاقتصاد اليهودي والاقتصاد الكافر على التجارة العالمية صار الربا سائغا عند كثير من الناس لا يبالون به، واليهود هم أهل الربا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه. اليهود من الأصل هم أهل الربا، ولما صارت المصارف وصارت البنوك بأيديهم أسسوها على الربا، وعمت البلوى بها، ولا يتخلص منها إلا من اتقى الله سبحانه وتعالى. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم إنه يفشو الربا في آخر الزمان، حتى أن من لم يأكله ناله من غباره، ناله من غباره. فالخطر شديد من الربا، واليوم يكاد يغطي تعاملات الناس إلا من رحم الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. باب الربا والصرف. هذا الربا، أما الصرف فهو بيع النقد بالنقد، بيع الذهب بالفضة، أو بيع الفضة بالذهب، أو تقول بكلمة أعم هو بيع النقد بالنقد، سواء كان من الذهب والفضة أو من الورق النقدي. فبيع النقد بالنقد، سواء من المعدنين الذهب والفضة أو كان من الأوراق النقدية، فهذا هو الصرف. سمي صرفا من الصريف وهو الصوت، لأنهم كانوا يضعون النقود في الميزان فيكون لها صوت، يكون لها صوت، فسمي بالصرف من الصريف وهو الصوت. نعم. أحسن الله عليك. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء، أحسن الله، إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. نعم. هذه أصناف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الذهب بالذهب، يعني إذا بيع الذهب بالذهب فإن كان فيه زيادة فهو ربا، فهو ربا، ربا فضل، وإن لم يكن فيه زيادة وفيه تأجيل فهو ربا نسيئة. فيجوز بيع الذهب بالفضة ولا اعتبار للتساوي، لأنه اختلف الجنس، لكن لا بد من التقابض في المجلس. أما إذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة حرم أمران: التفاضل والتأجيل، فلا بد من التساوي ولا بد من الحلول والتقابض.
أما إذا بيع جنس بغير جنسه فإنه يجوز التفاضل ويحرم التأجيل، بقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني متساويا أو زائدا يدا بيد، يعني بالتقابض في المجلس. نعم. فالذهب بالذهب، يعني إذا بيع الذهب بالذهب فإنه لا بد من التساوي ولا بد من التقابض، وإذا بيع الذهب بالفضة اختلف الجنس جاز التفاضل وحرم التأجيل، وهكذا في بقية الأصناف. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر 6 أصناف في الأحاديث، 6 أصناف: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح. هذه 6 أصناف، هذه 6 أصناف يحرم فيها الربا، سواء ربا الفضل أو ربا النسيئة. وقد اختلف العلماء هل الربا خاص بهذه 6 الأصناف وما عداها فلا ربا فيه، هذا قول الظاهرية. الظاهرية يرون أن الربا خاص بهذه 6 الأصناف، أما ما عداها من الأموال فلا يدخله الربا، لأن الظاهرية يأخذون بالظاهر ولا يعملون بالقياس. أما الجمهور فقالوا: كل ما شارك هذه 6 في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها فإنه يأخذ حكمه فيحرم الربا فيه. كل ما شارك هذه الأصناف المذكورة في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها فإنه يأخذ حكمها فيحرم الربا فيه. هذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة 4، لأنهم يقولون بالقياس، قياس العلة. لكن اختلفوا في تحديد العلة في هذه الأصناف 6، فعند الحنفية والحنابلة أن العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة في الأصناف الباقية الكيل. فعلة الربا عند الحنفية والحنابلة هي الكيل أو الوزن، وكل ما يكال أو يوزن فإنه يدخله الربا، نصاً في هذه 6 وقياساً عليها في غيرها. وذهب الشافعية إلى أن العلة في النقدين هي الثمنية، كونها أثماناً وليس الوزن، وإنما كونها نقود وأثمان، النقدية أو الثمنية. وأما العلة في الباقي فهي الطعمية، كونها أطعمة، طعمية يعني كونها أطعمة يأكلها الناس يستطعمون بها ويقتاتونها. طيب الملح، الملح هو طعام؟ قالوا نعم، الملح يصلح به الطعام، الملح يأخذ حكم الطعام لأنه يصلح به الطعام ولا يصلح الطعام بغير الملح، فهو نوع من الطعام. هذا عند الشافعية. عند المالكية يقولون العلة في هذه في الذهب والفضة هي الثمنية أو النقدية كما قال الشافعية، وأما العلة في التمر والبر والشعير والملح فالعلة هي الاقتيات والادخار، هي الاقتيات والادخار، كونها أقواتا وكون الناس يدخرونها. أما ما يقتات به ويؤكل لكنه لا يدخر، مثل الفواكه الخضروات هذه ما تدخر لا يدخلها الربا، لكن الحبوب والثمار والملح نحو ذلك هذا يدخر. فكل ما يقتات ويدخر من الحبوب والثمار فإنه يدخله الربا، لأن العلة عندهم في الأطعمة هي الاقتيات والادخار. القول الرابع وهو
رواية في المذهب الحنبلي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أو شيخ الإسلام فقط، لأن ابن القيم له رأي خاص، أن العلة في النقدين نعم هي النقدية أو الثمنية كما قال الشافعية والمالكية، فالعلة هي النقدية أو الثمنية. أما العلة في بقية الأصناف فهي الطعمية مع الكيل أو الوزن، طعمية كونها مطعومة وكونها تكال أو توزن، جمعوا بين العلتين فيها. هذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. فكل شيء يتخذ طعاما ويكال ويوزن إنه يدخله الربا، وما ليس كذلك فإنه لا يدخله الربا. هذا حاصل الخلاف في علة الربا في الأصناف الستة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أنه كل على مذهبه أنه إذا اتحدت العلة والجنس مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر، اتحدت العلة والجنس فإنه يحرم الربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. أما إذا اتحدت العلة واختلف الجنس، إذا اتحدت العلة واختلف الجنس فإنه يحرم النسيئة فقط ويباح التفاضل، مثل البر بالتمر والذهب بالفضة، اختلف الجنس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد، يعني من غير تأجيل. وإذا اختلفت العلة واختلف الجنس جاز الأمران، التفاضل والنسيئة جاز الأمران، مثل الذهب بالتمر، اختلف الجنس واختلفت العلة أيضاً، يعني علة الذهب غير علة التمر والجنس مختلف، فيجوز الأمران تأجيل ويجوز الزيادة. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يعني متساويا وزنا بوزن سواء بسواء، فمن باع ثلاثة مثاقيل من الذهب بثلاثة مثاقيل ونصف من الذهب هذا ربا، لازم من التساوي، لازم ثلاثة مثاقيل بثلاثة مثاقيل، عشرة بعشرة، وهكذا ما تجوز الزيادة مع اتحاد الجنس. وكذلك في الفضة وكذلك في التمر والبر والشعير نعم. لا تبيعوا الذهب وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا تبيعوا الذهب نعم. بالذهب اي نعم إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل، يعني من غير زيادة. فلو جئت بحلي، وهذا كثيرا ما يقع، جئت بحلي قديم تريد بدله حليا جديدا، فلا بد من الوزن، تساوى كل من الحليين في الوزن. أما إذا لم يتساويا فهذا ربا، فهذا ربا. ولا بد أيضا مع التساوي من التقابض في المجلس، لأن هذا بيع جنس بجنسه. نعم. صلى الله عليه. ولا تشفوا بعضها على بعض، هذا تأكيد، لا تشفوا بعضها، تأكيد لقوله مثلا بمثل، والشف هو الزيادة. نعم. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، الورق هو الفضة، الورق بكسر الراء هو الفضة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، الورق هو الفضة، فلا يباع الفضة بالفضة إلا متساويا غير زيادة. نعم. ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا بعضها على بعض. نعم.
ولا تبيع منها غائبا بناجز. هذا تحريم للنسيع، حرم الزيادة ثم حرم النسيع، فإذا اتحد الجنس حرم الأمران، الزيادة والنسيع. نعم. وفي لفظ إلا يدا بيد. إلا يدا بيد هو معنى قوله غائبا بناجز، غائبا بناجز، غائبا عن المجلس، بناجز يعني موجود في المجلس. فلا تبيع ذهب في البيت وأنت الآن في المتجر، لا تبيع ذهبا بالبيت بذهب بالمتجر، لأن ذهب اللي بالبيت غائب. لا تبيع غائبا بناجز، أو لا تبيع حالا بمؤجل، حالا بمؤجل. نعم. أحسن الله لك. وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. كل هذا تأكيد، وزنا بوزن يعني متساوي في الوزن، مثلا بمثل يعني في الكمية، لا يكون أحد العوضين أكثر، سواء بسواء أيضا، كل هذا تأكيد لمنع لربا الفاضل. نعم. أحسن الله لك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله ليطعم ليطعم النبي صلى النبي صلى الله عليه ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عند ذلك: أوه أوه، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به. نعم. هذا الحديث فيه أن بلالا رضي الله عنه، بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكان ملازما له منذ أسلم في مكة وفي المدينة، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخدمه، وكان يؤذن في المسجد، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن المهاجرين. فبلال رضي الله عنه اجتهد، كان عنده تمر الردي، هو من النوع الجيد، ولا يحب يقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ يريد أن يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمرا جيدا، ماذا يفعل؟ باع الصاعين من الردي بالصاع من الجيد، لأجل أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم تمرا جيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ يعني هذا الجيد هذا منين جبته؟ فقال: بعت الصاع بالصاعين، كان عندي تمر ردي فبعت الصاع من هذا بالصاعين من الردي. فقال صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، كلمة تعجب، كلمة تعجب واستنكار، عين الربا، هذا هو عين الربا، لأنه بيع تمر بتمر مع زيادة، هذا عين الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يقول: التمر بالتمر مثلا بمثل، سواء بسواء. ولا ينظر إلى كون أحد النوعين أجود من الآخر، ما يقتضي هذا الزيادة في الجنس الواحد. طيب، الناس ما هم طيعين يبيعون علينا تمر ردي، يبيعون علينا تمر جيد بتمر الردي مع التساوي، ما هو باخذ صاع ردي بصاع جيد، ماذا يفعل؟ أرشده النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بع الردي بدراهم، بع الردي بدراهم، ثم اشتر بالدراهم جيدا، اشتر بالدراهم تمرا جيدا. هذه هي الوسيلة إلى الحصول،
إذا كان عندك نوع الردي من التمر أو من البر أو من الشعير وتريد نوعا جيدا، فالوسيلة الشرعية أنك تبيع ما عندك من الردي ثم تأخذ القيمة وتشتري بها جيدا. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة السليمة الخالية من الربا. فصلوات الله وسلامه عليه ما أنصحه للأمة. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد. فائدة الأولى فيه محبة بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يحرص على أن يقدم له الجيد من الطعام. المسألة الثانية فيه أن الإنسان يسأل عما اشتبه عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتبه عليه هذا التمر سأل. إذا اشتبه عليك شيء فإنك تسأل لتستبرئ لدينك وعرضك، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. النبي صلى الله عليه وسلم استفصل. لا يجوز أن الإنسان يقول ما علي، أنا ما دريت عن هذا الشيء ولا علي. يقول لا، ما دام أنه يحتمل أنه غير صحيح وأنه حرام فلا يسعك إلا أن تسأل حتى تكون على بينة. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل، أجابه بلال بما صنع، أنه شرى تمراً بتمر مع زيادة نظراً لأن أحد التمرين رديئاً والآخر جيد. النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا لأنه بيع تمر بتمر مع زيادة وهذا ربا حرام. المسألة الثالثة في الحديث الطريقة الشرعية لمن كان عنده تمر أو بر أو شعير ردي وأراد الحصول على جيد، أن الطريقة الشرعية أن يبيع الردي بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا أو برا جيدا أو شعيرا جيدا. هذه هي الطريقة الشرعية السالمة من الربا. وكذلك مثلا اللي معه ذهب الردي ويبي ذهب جيد، ما يجوز له أن يشتري الجيد ويزيد من الردي كمية من الردي وأكثر من الجيد. هذا مثل بيع التمر الردي بالتمر الجيد، ما يجوز. لكن الطريقة أنه يبيع الحلي اللي معه، يبيع الحلي الذي معه بدراهم ثم يشتري بالدراهم حليا جيدا. فهذه قاعدة ومخرج من الربا. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. نعم، أعيد الحديث. أحسن الله إليك. عن أبي المنهال قال: عن أبي المنهال رضي الله عنه أنه سأل زيد بن ثابت الأنصاري سألت البراء بن عازب سأل البراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن أرقم نعم عن الصرف البراء بن عازب وزيد بن أرقم الأرقم سألهما عن الصرف. والصرف كما عرفتم هو بيع النقد بالنقد، سواء كان
معدنيا أو كان ورقيا، بيع النقد بالنقد، هذا يسمى الصرف. فكلاهما يقول هذا خير مني، كلاهما يقول هذا خير مني، هذا فيه الاعتراف بالفضل لأهله، وفيه تواضع الصحابة رضي الله عنهم، وفيه أنهم يتدافعون الفتوى ولا يتسرعون فيها، بخلاف ما عليه القوم أو غالب القوم اليوم من أنهم يتهافتون على الفتوى، كل واحد يبي يسبق الآخر، ما يبالون بذممهم ولا يبالون بالعاقبة. الصحابة كانوا يتدافعون الفتوى وهم خير القرون وأفضل القرون، كل واحد يقول للسائل هذا خير مني، يريد أن يتدرأ به ولا يقدم على الفتوى. فكلاهما أجاب أبا المنهال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التأجيل في الصرف، نهى عن التأجيل في الصرف، فإذا بعت نقدا بنقد فلا بد من التقابض في المجلس، ولا يجوز التأجيل، لأن هذا هو ربا، هو ربا النسيئة. نعم، أعد الحديث. أحسن الله لك. عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. نعم، فهذا فيه أولا سؤال أهل العلم، فإن أبا المنهال سأل هذين الصحابيين الجليلين، وأن لا يقدم الإنسان على الشيء مغامرة وهو لا يدري. المسألة الثانية فيه فضل الصحابة واعتراف بعضهم لبعض في الفضيلة، تقدير بعضهم لبعض. والمسألة الثالثة فيه أن الإنسان لا يتسرع إلى الفتوى وفيه من هو خير منه في العلم، فإن كل واحد يقول هذا خير مني، فهو يريد إبراء ذمته والسلامة من الفتوى. ثالثا فيه أنه لا يجوز بيع العملة بعملة أخرى مؤجلة، وأنه لا بد من التقابض في المجلس. فالذين يبيعون العملات الآن، يتاجرون بالعملات، يجب عليهم أن يتقيدوا بهذا الحديث وأمثاله، لأنهم لا يؤجلون ولا يبيعون بالأجل بين العملتين، فإن هذا هو ربا النسيئة. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. نعم، هذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى تحريم ربا الفضل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إذا بيع الربوي بجنسه فلا بد من التساوي كما سبق، مثلا بمثل، سواء بسواء، ولا تشف بعضها على وزنا بوزن، ولا تشف بعضها على بعض. والمسألة الثانية أنه يجوز بيع العملة بعملة أخرى، لكن ويجوز التفاضل، يجوز التفاضل بينهما لاختلاف الجنس، ولكن لا بد من التقابض في المجلس. نعم. باب الرهن وغيره. نعم، الرهن مأخوذ من رهن المكان إذا أقام فيه وبقي فيه،
والماء الراهن هو الماء الراكد الذي لا يجري، فالرهن هو الثبوت والاستمرار، والمراد به هنا توثيق الديون. الرهن هو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، هو توثيق، هو توثيق. والله أمر بالكتابة: وأشهدوا إذا تبايعتم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا توثيق الكتابة في الديون. ثانيا أخذ الرهن في الديون، هذه وثيقة ثانية. إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وفي رواية وفي قراءة فرهن جمع رهن، فرهن مقبوضة. فالرهن وثيقة تأخذها الدائن عنده حتى يسدد له دينه. أما إذا عجز المدين أو ماطل بالتسديد فإنه يرجع إلى الرهن، فإن كان من جنس الدين فإنه يؤخذ الدين من الرهن، وإن كان من غير جنسه فإنه يباع الرهن ويسدد الدين من قيمته، وإن بقي شيء فإنه يعطى للراهن لصاحبه. والآية: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان. الآية تدل على أن الرهن إنما يؤخذ في السفر، لكن جاء في الحديث الذي بعده أن الرسول صلى الله عليه وسلم رهن في الحضر، رهن درعه عند يهود، أدل على أن القيد الذي في الآية ليس مقصودا، وأن الرهن يؤخذ سواء في السفر أو في الحضر. نعم، أحسن الله إليك. باب الرهن وغيره. وغيره هو الحوالة، لأنه سيذكر الحوالة. نعم، أحسن الله إليك. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. نعم، هذا الحديث فيه أولا جواز التعامل مع اليهود، يجوز التعامل مع الكفار البيع والشراء، اليهود وغيرهم البيع والشراء. النبي صلى الله عليه وسلم شرى من اليهودي، هذه مسألة. المسألة الثانية فيه أنه يجوز التعامل مع من في ماله حلال وحرام، لأن اليهود أموالهم مختلطة فيها حلال وحرام، فإذا لم نعلم أن هذا المال من الحرام فإنه يجوز لنا التعامل معهم، بناء على أن الأصل الحل. الرسول شرى من اليهودي ولم يسأل، الأصل الحل، إلا إذا عرف أن هذا من الحرام فلا يجوز لك أنك تأخذه. المسألة الثالثة فيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال، هو سيد البشر، ولو شاء لسارت الدنيا معه ذهبا وفضة، وهو صلى الله عليه وسلم يأتيه من المغانم ومن الفيء ومن، لكن ينفقه في سبيل الله، لا يبقي عنده شيء أبدا، لا يبقي عنده شيئا أبدا، بل كان ينفق الأموال الطائلة في سبيل الله، وكان يستدين لأهله عليه الصلاة والسلام، يستدين لأهله. فهذا فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال، وأنه يحتاج إلى الاستدانة عليه الصلاة والسلام. وثالثا أو رابعا فيه مشروعية الرهن، مشروعية الرهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند اليهودي، ففيه مشروعية الرهن. رابعا أو خامسا فيه البيع بالأجل، أنه يجوز البيع بالأجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى للتأجيل. فيه من ينكر البيع بالأجل ويقول هذا ربا، وهذا لجهلهم بالسنة، هذا لجهلهم بالسنة، فيجوز البيع حالا ومؤجلا.
والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى مؤجلا واستدان على إبل الصدقة مؤجلا، التأجيل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. والآية صريحة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، يعني بدين مؤجل، سواء كان دين سلم أو ثمن مبيع مؤجل أو غير ذلك، فالآية تدل على البيع بالأجل، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على البيع بالأجل. وأيضاً لا بأس بالزيادة، لأن البيع بالأجل يكون أكثر من البيع بالحال، وصاحب السلعة لا يبيعها مؤجلاً إلا بزيادة، فلا بأس بذلك. كل هذا مما أباحه الله، ويدخل في قوله تعالى: وأحل الله البيع، هذا عام للبيع الحال والبيع المؤجل. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. نعم، هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى تحريم المطل، المطل من الغني، والمماطلة، عدم التسديد للدين إذا حل، فإنه يجب عليه أن يسدد، فإن أخر التسديد فهو مماطل، والمماطل يحل عرضه وعقوبته. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، يحل عرضه بأن يشتكى عند الحاكم ويقول: فلان مماطل، فلان يريد أن يأكل حقي، وما أشبه ذلك. هذا كلام في عرضه، لكنه يحل من أجل الحاجة إلى ذلك، يحل عرضه وعقوبته، لأن الحاكم يعاقب المماطل، قالوا بالحبس، يعاقبه بالسجن حتى يسدد منعا لظلمه. أما الغني، أما الفقير، فإنه غير مماطل، إذا لم يستطع السداد هذا غير مماطل. الرسول يقول: مطل الغني. أما غير الغني وهو الفقير اللي ما يستطيع السداد، فهذا تأخيره التسديد لا يسمى مماطلة، وإنما يسمى معسرا. والله جل وعلا يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالمعسر لا يحبس ولا يشتكى ولا يطالب عند القاضي، ما يجوز هذا لأنه معسر، لكن يجب إنظاره. قد يكون أنه يحتاج إلى إثبات العسرة، هذا شيء آخر، إثبات أنه معسر هذا شيء آخر، لكن إذا عرف دائنه أنه معسر فلا يحل له أن يضايقه، وإذا لم يعلم أنه معسر فإنه يستثبت من شأنه. فإذا ثبت أنه معسر يجب عليه الإنظار، حل عرضه وعقوبته. هذه مسألة، أنه لا يحل المماطلة بحقوق الناس، بل يجب المبادرة بأدائها، وأن من ماطل وهو غني فهو ظالم، يؤخذ على يده ويمنع من المماطلة، ويعطى الناس حقوق، يعطى الناس حقوقهم، ويدفع الظلم. وهذا من شأن الحاكم، هو الذي يقوم بهذا العمل. المسألة الثانية في الحديث صحة الحوالة، وهي الإتباع. إذا صار لك حق على أحد، صار لك دين على أحد، وحولك على آخر، قال: فلان عنده لي مال، أبحولك عليه، تأخذ حقك منه. وهذا المحال عليه ليس مماطلا، وإنما هو مليء، مليء بماله ومليء بتسديده، ولا يماطل. فإذا أحيل على ملي فليحتل، يقبل الحوالة، والحوالة مرفق من المرافق النافعة، فهذا فيه مشروعية الحوالة، وأن المحال عليه إذا كان مليئاً بماله ومليئاً بقوله لا يماطل فليس للمحال عذر في القبول، لأنه لا ضرر عليه في ذلك. ومن أحيل على مليء فليتبع. نعم، أعد الحديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أتبع يعني أحيل، معنى أتبع يعني أحيل على مليء، بشرط أن يكون المحال عليه مليئاً، فإن كان فقيراً لم يقبل، لم يلزم قبول الحوالة عليه، أو كان غنياً لكنه مماطل لم يلزم قبول الحوالة عليه، لا يلزم إلا إذا كان مليئاً بالمال ومليئاً أيضاً بالسداد وعدم المماطلة. نعم. وعنه قال قوله صلى الله عليه وسلم وحيل أتبع على مليء، يفهم منه أنه إذا كان المتبع عليه أو المحال عليه غير مليء أنه لا يلزم صاحب الدين قبول الحوالة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أسلفت أحد الناس مبلغا، فلما احتجت إليه طلبته منه فقال لي بعدين، ثم طلبته منه مرة أخرى بعد شهر، فلما طلبته منه أعطانيه وزادني، قلت له: هذا لا يجوز. قال: هذا من عندي. فما الحكم في ذلك؟ لا بأس بذلك، إذا كان الزيادة من غير اشتراط، أنت لم تشترط عليه الزيادة وهو أعطاك إياها من باب حسن القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قضى الدين وزاد عليه وقال: خيركم أحسنكم قضاء، فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليك. يقول: استبدلت الذهب القديم من محل الذهب بذهب جديد وزدت عليه بعض النقود، فما الحكم في ذلك؟ هذا حرام، هذه مسألة المدعجوة، لا تجوز. تعمل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تبيع الذهب الذي لا تريده تبيعه بدراهم، ثم تشتري بالدراهم ذهبا يوافق رغبتك، هذا هو الحل الشرعي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما بيع ذهب بذهب مع زيادة في أحد الذهبين فهذا ربا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم شراء الذهب عن طريق بطاقة الصرف؟ ما أدري، ما ينطبق على الأحاديث، الحديث يدا بيد، وبطاقة الصرف أو ما أدري يسمونها هذا غائب، النقود غائبة في البنك أو في الرصيد، ما هي بحاضرة، فلا ينطبق عليها الحديث. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل صرف الريال بالدولار أو العكس يعد من البيع بالنقد، مع العلم أن الثمن يختلف ويزيد؟ يعد إيش؟ يعد من البيع بالنقد. صرف، هذا الصرف، بيع النقد بالنقد هذا يسمى الصرف، بيع العملة بالعملة هذا هو الصرف. فإذا اختلف الجنس، بعت ريال سعودي بدولار أمريكي مثلاً، يجوز التفاضل، يجوز الزيادة بين النقدين نظرا لاختلاف الجنس، لكن لا بد من التقابل، هذه قاعدة خذوها معكم، خذوها معكم، إذا اتحد الجنس حرم التفاضل والنسيئة، إذا اختلف الجنس جاز التفاضل وحرمت النسيئة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هناك تعامل في البنوك يسمى بالتورق، وهو بأن يشتري لك البنك نوعاً من المعادن ثم توكل البنك ببيعه دون أن ترى تلك المعادن. هذا كذب، ما هو صحيح، ما عندهم معادن، لكن يدجلون على الناس، يقولون عندنا معادن ونبيعها عليك، وين هي؟ وكلنا، هي بالبحرين ولا ما أدري وين فيه، وكلنا إننا نبيعها لك وناخذ ثمنها ونعطيك إياه. هو بيع نقود بنقود، لكن يذكرون الحديد من باب الحيلة، ولا ما في حديد ولا في شيء، هذا من الكذب والاحتيال على الربا وذر الرماد في العيون كما يقال، يعني يستغفلون الناس إلى هالحد، هذا أمر لا يجوز،
والذي أفتى به مخطي، ولهم من أهل العلم، فعلى الناس أنهم يتقون الله في هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا ربا إلا في النسيئة، وكذلك ورد مثل ابن عباس رجع عن هذا. ابن عباس كان يرى أنه ما فيه ربا إلا في النسيئة، وأما الفضل فهو جائز، لكنه رجع عن هذا وصار مع الإجماع على التحريم. نعم، لما تبينت له الأحاديث تراجع. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يدخل ما يسمى بالذهب الأبيض في الأصناف الربوية أم لا؟ ما هنا ذهب أبيض، الذهب هو الذهب، ما هنا غيره، لكن هذه معادن ثمينة، هذه معادن ثمينة ولا تدخل في مسألة الذهب، إنما تسمى معادن لكنها ثمينة، فيجوز بيعها وشراؤها ولا تدخل في الربا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو الراجح لديكم في علة الربا؟ اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها في النقدين الثمنية، وأما في بقية الأصناف فهي مجموع الأمرين، الطعمية مع الكيل والوزن. وبهذا صدر قرار من هيئة كبار العلماء منذ سنين في الأخذ بهذا القول. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا بيع الذهب أو الفضة، نعم، يقول: إذا بيع الذهب أو الفضة بالأوراق النقدية، هل يجوز التفاضل والنسيئة؟ لا، هو الثمنية، العلة الثمنية، سواء كانت الأثمان من المعادن الذهب والفضة أو من الورق، لأن الورق يقوم مقام الذهب والفضة فهو بديل عنه، والبديل يأخذ حكم المبدل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل اشترى ذهبا بقيمة 10,000 ريال، وكان المبلغ الذي لدى المشتري 7,000 ريال، فقال للبائع بناء على معرفته: آتيك بباقي المبلغ بعد فترة، فهل يجوز؟ يجوز فيما سلم ثمنه فقط، وأما ما لم يسلم ثمنه فإن البيع باطل، فيصح البيع فيما سلم ثمنه في المجلس، وأما ما لم يسلم ثمنه فهو باطل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا باع الرجل ذهبا لديه على محل ذهب بدراهم، ثم اشترى بالدراهم التي باع بها الذهب ذهبا آخر، فهل هذا من الربا؟ إذا قبض الدراهم ثم اشترى بها، سواء من المحل أو من محل آخر، المهم أنه يقبض الدراهم ويشتري بها كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز لنا التعامل بالبيع والشراء مع الكفار الحربيين بعد الأذان؟ نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز لنا التعامل بالبيع والشراء مع الكفار الحربيين مع غيرنا من المسلمين؟ هل يجوز إيش؟ هل يجوز لنا التعامل بالبيع والشراء مع الكفار الحربيين مع غيرنا من المسلمين؟ مع غيرنا؟ المسلمين لا يكونوا محاربين يا أخي، المحارب هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد، هذا هو المحارب، الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد. أما المسلم فهو أخونا، سواء كان في بلدنا أو في بلد الكفار هو أخونا وليس محاربا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم البيع والشراء في الأسهم التي لم تعمل شركاتها حتى الآن؟ والله مسألة الأسهم أنا ما أدخل فيها ولا أدري عنها، لأنها مجهولة ولا أدري عنها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كان لدي سيارة متوسطة الحالة
وأبدلتها بسيارة نفس النوع والمدين لكنها بحالة جيدة. الأسهم أنا لا أعرفها ولا أفتي فيها لأنها مجهولة لدي، ولا يجوز للإنسان أنه يبيع ويشتري إلا بشيء معلوم يعرفه ويحيط به، أما شيء مجهول لا يدري عنه هذا لا يجوز له أن يبيع ويشتري فيه. هذه القاعدة. يشترط في المبيع أن يكون معلوماً، يكون معلوماً للبائع والمشتري، ما يكون فيه جهالة ولا غرر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كان لدي سيارة متوسطة الحالة وأبدلتها بسيارة نفس النوع والموديل لكنها بحالة جيدة سواء بزيادة أو بدون زيادة، فما الحكم؟ لا بأس بذلك وأحل الله البيع. والسيارات ما يدخلها الربا، يجوز تبيع سيارة بسيارتين بثلاث في مانع، وأحال ومؤجل ما يخالف. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: الخيار المشروط هل يكون قبل التفرق أم بعده؟ يكون في العقد. الخيار المشروط لا بد أن يكون في العقد، جميع الشروط لا بد أن تكون مصاحبة للعقد أو قبله بيسير. نعم. أما الشروط اللي تأتي بعد العقد إنها لا تلحق العقد ولا تصح. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تجوز العرايا في الرطب خاص؟ هل تجوز العرايا في الرطب خاصة أم يقاس عليها باقي الثمار؟ لا، في الرطب خاصة، لأن الرخصة تقتصر على ما وردت فيه، لأن الأصل المنع. بيع الرطب بالتمر الأصل المنع لعدم التساوي، لكن رخص فيه للحاجة يقتصر على موضع الرخصة فقط وهو الرطب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز أخذ مال العبد إذا كان من الربا؟ أخذ إيش؟ أخذ مال العبد. العبد؟ نعم. ما يجوز أخذ الربا مطلق، لا من مال العبد ولا من غيره. إذا علمت أنه ربا لا يجوز لك أن تأخذه. ولما جاء غلام أبي بكر رضي الله عنه بطعام وأكل منه أبو بكر، ثم بين الغلام أنه عن كهانة في الجاهلية، تقيأه أبو بكر رضي الله عنه. ما يقال هذا مال العبد أو كسب العبد، ما يجوز. الحرام لا يجوز، لا يجوز لك أن تأكل الحرام أو تأخذ الحرام. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: يختلف سعر التمر بحسب أنواعه، فهل يدخل في الربا؟ لا، ما يختلف سعر التمر بحسب أنواعه، ما يدخل في الربا. وش اللي يدخله؟ التمر الردي له قيمة، والتمر الجيد له قيمة، والتمر المتوسط له قيمة، وهكذا بقية السلع كلها على هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز اشتراط النفع في باقي المعاملات كالهبة والوصية وغيرها؟ اشتراط إيش؟ النفع. اللي ما ينفع وش يبغى؟ وشلون تهديه وهو ما ينفع؟ ما فيه نفع، هذا عبث. لا بد من شيء ينتفع به، ينتفع به. أما الشيء اللي ما ينتفع به هذا لا تتصدق به ولا تهديه ولا تبيعه، ما يجوز بيعه لأنه ما في فائدة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ذكرتم أن الصحابة في جماعتهم معصومين، فنرجو توضيح هذه العبارة. إجماعهم معصوم، إجماع الصحابة معصوم، لا يجمعون على ضلالة. أما الأفراد منهم فهم مجتهدون، قد يجوز الخطأ في الاجتهاد، الخطأ في الاجتهاد يجوز على الصحابة وعلى غيرهم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا أردت أن أصرف 100 ريال، نعم، عند صاحب البقالة. إذا أردت أن أصرف 100 ريال عند صاحب البقالة. 200 أو 100؟ لا، 100 واحدة. تمدها ولا تقصرها؟ 100 ريال. 100 ريال. نعم. أحسن الله. إذا أردت أن أصرف 100 ريال عند صاحب البقالة ولم أجد عنده إلا 50 ريال، وقال الباقي تأتي مرة أخرى
وتجده. لا، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا، تروح وتصرفها عند غيره وتجي وتسدد له. أما أنه يأخذ بعض حقه وتأخذ بعض حقك وتأجل الباقي، هذا صرف ما يجوز. ما يصرف جميع ولا يترك جميع. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل احتلم قبل صلاة الفجر بدقائق بسيطة، فما العمل؟ هل يغتسل علماً بأن الصلاة ستفوته أو يتوضأ؟ لا بد يغتسل، ولا يجوز له يصلي وهو على جنابة، ما تصح منه الجنابة. وإن كنتم جنوباً فاتطهروا، بعد قوله إذا قمتم إلى الصلاة، فلا بد من التطهر. ولو فاتته الجماعة يعذر بترك الجماعة، إذا ما أمكنه أنه يغتسل ويدرك الجماعة هو يغتسل ويصلي وحده، لأنه معذور بترك الجماعة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز للرجال ضرب الدف والطبل في العرس؟ لا، لا يجوز. الأصل أن الطبل والدف أنه من اللهو، وقد أبيح منه للنساء ليلة الزفاف لأجل إعلان النكاح، أبيح لأجل إعلان النكاح للنساء فقط فيما بينهن أيضاً، ولا يظهر للناس يسمعونه في الشوارع أو بواسطة مكبر الصوت أو المسجل. كل هذا لا يجوز، إنما هو صوت مجرد بين النساء ويقتصر على الحاجة فقط لإعلان النكاح. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: توفي ابن عمي وعمل عمي الآخر عشاء عند أهل الميت. توفي إيش؟ ابن عمي. إي نعم. يقول: وعمل عمي الآخر عشاء عند أهل الميت، هل يجوز الحضور لهذا العشاء أم أنه يعد من النعي المحرم؟ إذا كان العشاء يعده أهل الميت هذا من النعي ولا يجوز. لا يجوز أن أهل الميت يصنعون الطعام للناس وينادونهم، هذا من النياحة، كما قال جرير بن عبد الله: كنا نعد صنعة الطعام والاجتماع إلى أهل الميت من النياحة. لكن إذا صنعه أحد وأهداه لهم نظراً لحاجتهم فلا بأس بذلك، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنهم أتاهم ما يشغل. فعمل الطعام على قدر حاجتهم وإهداؤه لهم هذا من السنة، أما أنهم هم اللي يعملون الطعام هذا من البدعة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل باع شقة له بمكة بشرط أن يسكنها أسبوعاً في السنة معلوماً هذا الأسبوع أو مجهولاً إلى أمد غير محدد. إذا كانت السكنة معلومة محددة فلا بأس، لأن جابر كما مر بنا باع جمله واشترط حملانه إلى المدينة، اشترط نفعه وحدد المسافة، فإذا حدد الأيام التي يسكنها فلا بأس، سواء كانت في سنة واحدة أو في سنوات، مهم أنها تكون معلومة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم هذه العبارة؟ يقول الشيخ الإمام: الحبر البحر الهمام، عامله الله بلطفه الخفي والجلي بجاه سيد المرسلين. يفسده في الأخيرة هذه، ولا الأول لا بأس، لكن أفسده بهذه الكلمة بجاه، هذا بدعة، لا يجوز، لا يجوز للتوسل بالجاه ولا بالحق ولا بالشخص. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هي صورة العينة وما هي صورة التورق وما حكمهما؟ العينة أنك تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها على صاحبها بثمن أقل، بثمن حال أقل من المؤجل، هذه العينة، هذه حرام، لأنها ربا وجعل البيع حيلة فقط، ولا هي ربا، لأن سلعته رجعت إليه، أخذها بثمن أقل ويبي يأخذ منك الثمن المؤجل فيما بعد، هذا ربا، بيع نقود بنقود أكثر منها مؤجلة، والسلعة حيلة فقط باسم البيع، هذا حرام.
وأما التورق فأنت تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها على غير الدائن لأجل الانتفاع بثمنها، هذا جمهور أهل العلم أجازوه، لأنه بيع ولم ترجع السلعة إلى صاحبها وإنما بيعت على غيره وانتفعت بثمنها في الوقت الحاضر وتسدد قيمتها فيما بعد، هذا لا بأس فيه لحاجة الناس إلى هذا، هذا بيع وشراء ما في شيء إن شاء الله، وللحاجة الحاجة داعية إلى هذا. لو لم يفتح للناس هذا الباب لذهبوا إلى الربا، القرض من البنوك للربا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من اشترى معادن عن طريق البنك وهو لا يعلم وقد اعتمد على الفتوى الموجودة في البنك، فماذا يفعل بالمال الذي حصل عليه من هذا التعامل؟ يروح يسأل اللي يفتوه، يقول: وش أسوي بهالمال اللي حملتوني إياه وأخذته بذمتهم؟ أما نحن فنبين إن هذا لا يجوز. إيه نعم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يتصور ربا نسيئة بدون ربا فضل، فيقال كل ربا نسيئة يدخل فيه ربا الفضل وليس كل فضل ربا نسيئة؟ لا، هو ربا الفضل وسيلة إلى ربا النسيئة، لأنه ما يبيع نسيئة إلا بزيادة، فهو وسيلة، حرم ربا الفضل لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة، والشرع جاء بسد الوسائل المفضية إلى الحرام، فلو لم يكن هناك زيادة ما باع نسيئة، الرسول حرم الفضل علشان يسد باب النسيئة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا رجل أريد أن أشتري جوالا جديدا. يقول: أريد أن أشتري جوالا جديد. إيش الجوال الجديد؟ ولا يوجد الآن. يقول: ولا يوجد إلا فيه كاميرا. إلا لا تستعمل الكاميرا، أزلها، اشتري الجوال وأزل الكاميرا إن كان تستطيع إزالتها، وإن كان ما تستطيع إزالتها ولا في غيره ما تجد غيرها أبدا فلا تستعمل الكاميرا، اعتبرها غير موجودة. نعم. أنت تحصل الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.